إضراب عام بيومين لأعوان الصحة العمومية بجندوبة. وزير المالية بالنيابة يسلط الضوء على معرض الممتلكات المصادرة. ندوة بالعاصمة حول سبل إصلاح المنظومة الأمنية في ظل الانتقال الديمقراطي. الرئيس الفرنسي يصل إلى الجزائر. أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية على قناة حنا بعل. نشرتنا نبدأها بهذا البلاغ من رئاسة الحكومة، حيث قرر رئيس الحكومة تعيين السيد إلياس الفخفاخ وزيرا للمالية مع مواصلة اضطلاعه بمهام وزير السياحة مؤقتا. ومن جهة أخرى، دخل أعوان الصحة العمومية بكامل ولاية جندوبة في إضراب بيومين، وأثار هذا الإضراب غضب الوافدين على المستشفى الجهوي بجندوبة لعدم إعلانهم مسبقا. تقرير رشيد القروي، تصوير وجدي السلطاني. بعد دخولهم في إضراب عام يومي 23 من أكتوبر والعشرين من نوفمبر الماضيين، دخل أعوان الصحة العمومية بكامل ولاية جندوبة صباح اليوم في إضراب عام بيومين. هذا الإضراب الثالث على التوالي، كان الإضراب الأولاني في 23/10، ثم 20/11، وهذا كان مقرر الأسبوع الفارط 12/13، وصارت جلسة تفاوضية قبل بثلاث أيام الاثنين اللي فات. ويأتي هذا الإضراب بعد تغيب ممثل وزارة الصحة العمومية الاثنين الماضي عن الجلسة مع الوفد النقابي بجندوبة للنظر في جملة المطالب المهنية والاجتماعية، وعليه قررت نقابة أعوان الصحة الدخول في إضراب اليوم. المطالب هي قديمة متجددة، فما على مستوى التجهيزات، على مستوى معناها الركريتمون في معناها ليزانفيرمي الأطباء العمل الإداريين، هذا كله معناها يعني ثم نقص فادح في السبيطار. هذا ولم يشمل الإضراب الأقسام الحيوية كالاستعجالي وتصفية الدم والأمراض السرطانية، حيث سار العمل على عادته اليومية. الأقسام اللي خدم الاستعجالي معناها وخدم البلوك اوبيراتوار فيه ايكيب ديرجونس تخدم له، الدياليز يخدم كيف، ثم الكارسينو خاطر ثم حالات تاع الناس اللي يعملوا في الشيميوثيرابي يعملوا. الوافدون على المستشفى الجهوي بجندوبه تفاجؤوا بهذا الاضراب وعبروا عن غضبهم من عدم الاعلان عنه في وسائل الاعلام حتى يتجنبوا مصاريف التنقل ومشاق الطريق. جيت من عند راهم، ماهوش كي الزواج ونسكن قريب، جيت لهنا قال لي عاملين اضراب، ايش عندي فيه الاضراب؟ انا جيت فهمت ولا مصاريف واحد على الاقل فهمت ولا يعلمونا ثم اضراب يقول كذا ونهار وكذا كذا ما ثماش، يبقى انسان مرتاح. بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والصندوق العربي لحقوق الإنسان ومؤسسة كونراد أدينور، ينظم المعهد العربي لحقوق الإنسان ندوة إقليمية حول تحديات واستراتيجيات حماية حقوق الإنسان، تمتد فعالياتها كاملة هذا اليوم 19 من ديسمبر الجاري وإلى غاية يوم غد بحضور عدة خبراء دوليين. تقرير سهير جعفر، تصوير محمد علي بوليلا. في ظل ما عرفته وتعرفه الدول العربية من حركات ثورية وتحولات سياسية واجتماعية، طرح المعهد العربي لحقوق الإنسان إشكالية حماية حقوق الإنسان واستراتيجية تعزيزها، خصوصا لما تتعرض له هذه الحقوق من انتهاكات تعززت بعدما يعرف بالربيع العربي، حسب ما صرح به رئيس المعهد عبد الباسط بن حسن. العنف، التجاذبات، المجموعات هذه اللي هي خارجة عن سيطرة الدولة وتحب تفرض رأيها بالقوة، هذه كلها تحديات فيها الجديد وفيها القديم، ولكن كلها منظمات حقوق الإنسان لازم تقف يعني بشكل معناها كبير باش تفكر فيها وتشوف شنو الحلول الممكنة لها. من جهتها، أكدت ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضرورة تضافر الجهود العربية الدولية اليوم للتصدي لما وصفته بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عامة. كيف نشوفوا امرأة تغتصب وتمشي قدام المحكمة، كيف نشوفوا زوج من الناس ما يهمنيش شكونهم هذوم الناس ماتوا بعد إضراب جوع، يعني ما صارش هذا وقت بن علي، هذايا خطر، هذا في تونس مجال اللي صاير في ليبيا ولا اللي صاير في مصر.
هذا وقد عبرت مديرة برنامج المنح بالصندوق العربي لحقوق الإنسان سمر حيدر عن تضامن الصندوق مع كل الشعوب العربية بغض النظر عما تعرفه من تحولات سياسية واجتماعية. التركيز على هذه الدول هو انطلاقا من خصوصية المناخات والتحولات اللي عم تشهدها هذه الدول، مع العلم انه يعني الصندوق لا يفضل اي بلد على اخر ولا يفضل يعني اي حق على اخر، لا يعطي الافضلية لانه هو مؤمن ب شمولية يعني حقوق الإنسان، كافة حقوق الإنسان في كل منطقة. تبقى الاستراتيجيات العربية الدولية لحقوق الإنسان رهن التحقيق ما لم تتجذر العدالة الانتقالية بدول الثورات أولا. 20 مليون دينار هو الحد الأدنى للقيمة المالية للممتلكات التي سيتم عرضها في معرض الممتلكات المصادرة، والذي سيقع افتتاحه في 22 من الشهر الجاري بضاحية جمرت. رقم كشف عنه وزير المالية بالنيابة سليم بسباس في ندوة صحفية خصصها للحديث عن المعرض. تقرير نزار الزغدودي، تصوير شمس الدين جراب. عقد وزير المالية بالنيابة سليم بسباس صباح اليوم بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ندوة صحفية سلط خلالها الضوء على معرض الممتلكات المصادرة المزمع افتتاحه في 22 من الشهر الجاري ليتواصل مدة شهر قابل للتمديد. هناك تجهيزات أساسية تتناسب مع طبيعة النشاط تم تركيزها في المعرض، وجانب آخر من التحذيرات يتعلق بالجانب الأمني لتأمين وتحصين المكان والفضاء، سواء داخليا عن طريق وضع كل أجهزة الرقابة لتجنب كل ما يمكن أن يطرأ من يعني اختلاسات أو يعني مراقبة دقيقة، باعتبار أن حتى ثم مسائل معروضة للعرض فقط، ما عندهاش حتى ما نجموش حتى نقدروها بقيمة معناتها معينة. المعرض سيخصص لعرض 34 سيارة فخمة ذات مستوى عال من حيث الثمن، إضافة إلى كمية كبيرة من المجوهرات النفيسة والمصوغ مصدرها أساسا قصر المخلوع بسيد الظريف، إلى جانب بعض المنقولات كالمواد الكهرومنزلية. وقد قدرت القيمة الجملية للمعروضات في حدها الأدنى في انتظار تواصل التقييمات بعشرين مليون دينار تعود لفائدة ميزانية الدولة. دون أن نتقيد الحد الأقصى، الحد الأدنى إلى التالي كل الأفصار المعروضة سيتم تفويتها في المدة القادمة، ستكون على الأقل ما لا يقل عن 20 مليون دينار عائدات بفائدة. وللإشارة فإن عملية التفويت ستكون على 3 طرق حسب طبيعة الأفصال، حيث هناك البيع بالظروف المغلقة وخاصة فيما يتعلق بالسيارات والمجوهرات، والبيع بالمزاد العلني ويخص التجهيزات الكهرومنزلية، علاوة على البيع المباشر ويهتم بالأفصال العادية. وعلى الصعيد الوطني أيضا عقدت منظمة أنا يقظ ندوة تحت عنوان إصلاح المنظومة الأمنية بحضور ثلة من المجتمع المدني ومنظمات دولية لطرح الآليات الكفيلة بخلق مناخ متميز لتسليط الضوء على مختلف الحقائق والانتهاكات للوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الأمنية. المزيد من التفاصيل في تقرير محمد علي العياري بكاميرا ملك بن عبيد. إصلاح المنظومة الأمنية في ظل الانتقال الديمقراطي يتطلب عملا كثيرا وجهدا متواصلا بسبب وقائع لا تزال تمارس فيها انتهاك حقوق الإنسان وتحديات تتميز بالعلاقة المتوترة بين المواطن ورجل الأمن. اليوم حبينا نطرح إشكال إصلاح المنظومة الأمنية في إطار الانتقال الديمقراطي، بما أنه تونس اليوم يعني بعد عامين من الثورة، حابين نطرحوا عديد من الأسئلة يعني، وحابين نشوفوا فمش ما نلقوا حلول على الأقل بالنسبة لإصلاح المنظومة الأمنية، خاصة وأنه على الأقل على مدى عامين من بعد الثورة شفنا لعديد الانتهاكات صارت من طرف عوين الأمن، شفنا عديد الخروقات كذلك لحرمة المواطنين، شفنا لبرشة حاجات لازمها تتصلح.
المنظمات الحقوقية كانت متواجدة في هذه الندوة لتمرير موقفها من مسألة إصلاح المنظومة الأمنية. هناك محاولات الإصلاح على مستوى التشريعات على المستوى المؤسسات، لكن المشكل مازال في مستوى الممارسة، مازالت متواصلة العديد من الانتهاكات. لاحظنا اللي ظهرت التعذيب منتشرة في العديد من الأماكن الاعتقال، كذلك بالنسبة إلى الاستعمال المفرط للقوة وخاصة الاستعمال غير المتناسب للقوة، ذكرنا بالممارسات السابقة للأمن وكأنه ما صارش تطورات. على الأقل نخرج بتوصيات، نخرج بمقترحات، لكن الأهم من هذا كله هو أنه الأطراف الفاعلة كل تقعد على طاولة واحدة ونتناقشوا في موضوع واحد. والحاجة الإيجابية برشا اليوم هو أنه الحدث هذا من تنظيم مجموعة من الشباب اللي شافوا الموضوع من نظرتهم هم كيفاش هم يشوفوه، يعني هذا هو أهم شيء اللي فرحانين به اليوم احنا برشا. على مدى 3 أيام سيقع مناقشة الحلول والأفكار من أجل الوصول إلى الطريق السليم والأنجع للارتقاء بالميدان الأمني إلى تطلعات التونسيين. انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي. خصص هذا اللقاء للنظر في كيفية انتفاع تونس من موارد صندوق النقد الدولي، وقدم الشادي العياري محافظ البنك المركزي للمجلس بسطة بخصوص المحاور التي شملتها المحادثات التي جرت مؤخرا مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي. تقرير أنيسة الحجري، تصوير حسن البقلوتي. انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف حمادي جبالي رئيس الحكومة المؤقتة، خصص للنظر في كيفية انتفاع تونس من موارد صندوق النقد الدولي. وقدم الشاد العياري محافظ البنك المركزي للمجلس بسطة حول المحاور التي شملتها المحادثات والتي جرت مؤخرا مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي لتمكين تونس من الاستفادة بصفة وقائية من موارد الصندوق في إطار اتفاق ائتماني. وقرر المجلس إحداث لجنة وزارية فنية تحت إشراف البنك المركزي تضم مختلف الأطراف المعنية بالموضوع وتتولى ضبط الإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاتفاق الائتماني قصد عرضها على مجلس وزاري قدم. في بادرة متميزة التقى رئيس البرلمان الأوروبي بعدد من الطلبة بكلية العلوم القانونية بأريانا، حيث دار نقاش بين الحضور تناول عدة مواضيع متعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده تونس. تقرير محمد علي العياري، تصوير ملاك بن عبيد. في إطار الزيارة التي يؤديها رئيس البرلمان الأوروبي إلى تونس، التقى هذا الأخير بكلية العلوم القانونية بتونس بعدد من الطلبة. طرحت خلالها عدة مواضيع تتعلق أساسا بالانتقال الديمقراطي الذي تشهده تونس وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي. هذا الحوار كان نشيطا جدا، خاصة إذا كان مع الطلبة. أنا متفائل جدا ومنبهر بالأجواء المستقبلية لتونس. هذا اللقاء كان مناسبة تمكن من خلالها طلبة كلية العلوم القانونية من الاتصال المباشر مع رئيس البرلمان الأوروبي للحديث حول سبل بناء الشراكة بين تونس وأوروبا. طلبة يقرأوا في القانون بطبيعة الحال وأساتذتهم حتى يجوا من أوروبا وأساتذة تونسيين مختصين زاد كذلك، لكن وقت اللي يبدأ عندهم الاتصال المباشر بتاع رئيس البرلمان الأوروبي باش يحدثهم في مواضيع اللي تتعلق بالشيء اللي قاعدين يدرسوا فيه، لكن يعطيهم شهادات شخصية ويعطيهم تعليقه وبياناته المتعلقة كيف يفهم هذا النوع من العلاقات، لسيما وأن احنا عنا عقد مع شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ 95 ثم تطور حتى أصبح معناتها أخيرا في 19 نوفمبر وقع الالتقاء لتطويره للشريك المميز. فكل هذه المسائل وقع طرحها والشهادات جات من أهلها ليعطينا وجهة النظر متاعه. عديد من الطلبة استحسنوا هذه المبادرة التي تعبر عن الاهتمام الأوروبي بالشباب في تونس باعتبارهم أساس الانتقال الديمقراطي. استقبل اليوم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبالي وفدا من البرلمان البندستار الألماني يتكون من نائب رئيس المجموعة البرلمانية عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي وعضو لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية. تطرق اللقاء إلى مواضيع عديدة من العلاقات المتينة وسبل التعاون القائمة بين تونس وألمانيا، كما تناول بالتحديد مستجدات مسار الانتقال الديمقراطي والخطوات المقطوعة في طريق استكمال كتابة الدستور. المزيد من التفاصيل في تقرير أنيسة الحجري وتصوير حسن البقلوتي.
استقبل اليوم رئيس الحكومة المؤقتة حمادي جبلي وفدا من البرلمان البندستاني الألماني، يتكون من نائب رئيس المجموعة البرلمانية عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي أندريس لوكيشوف وعضو لجنة التعاون الاقتصادي والتنمية جهناس سال. وصرح السيد أندري أن اللقاء تطرق عموما للعلاقات المتينة وأواصر التعاون القائمة بين تونس وألمانيا في عدة مجالات، وتناول بالتحديد مستجدات مسار الانتقال الديمقراطي والخطوات المقطوعة في طريق استكمال كتابة الدستور، فضلا عن التحضيرات الجارية في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات المرتقبة. وفي نفس الإطار نوه السيد أندري بالإرادة الثابتة للحكومة في إرساء مشهد وطني يتضمن حرية التعبير وثقافة الاختلاف والتعددية، داعيا إلى صياغة دستور مضمونه تطلعات كافة التونسيين. On a eu la possibilité de voir le premier ministre. إن لقاء اليوم هو دليل على علاقة الصداقة وأواصر التعاون القائمة بين تونس وألمانيا، ثم أن اللقاء الذي جمعني اليوم برئيس الحكومة تناول بالتحديد مستجدات مسار الانتقال الديمقراطي والخطوات المقطوعة لاستكمال كتابة الدستور التونسي، بالإضافة عن التحضيرات الجارية في إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات المرتقبة. إلى الأخبار العالمية، حيث شرع الرئيس الفرنسي اليوم في زيارة رسمية إلى الجزائر بهدف توطيد العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات ومحاولة التوصل إلى معاهدة صداقة وتعاون. تقرير ريم زغدوت بوعبيدي. وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يومين، ويسعى خلالها الطرفان الفرنسي والجزائري إلى تجديد علاقات الصداقة الثنائية وتضميد جراح الماضي. وفد كبير يرافق الرئيس الفرنسي في زيارته يضم 9 وزراء إضافة إلى حوالي 30 مدير شركة فرنسية كبرى وعدد من المثقفين والمؤرخين. خلال هذه الزيارة سيتناول فرانسوا أولاند وعبد العزيز بوتفليقة قضايا تهم البلدين سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، إضافة إلى بحث سبل إحياء الحوار في مجموعة 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط. ومن المتوقع أن لا تدرج مسألة الاعتذار الفرنسي للجزائر عن فترة الاستعمار وقضية الصحراء الغربية على طاولة المحادثات. كما التقى الرئيس الفرنسي الجالية الفرنسية في مقر إقامة سفير فرنسا بالجزائر في حي حيدرة. برنامج كثيف ينتظر أولاند غدا، حيث يلقي في حدود 9 صباحا خطابا مرتقبا أمام أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الأمة. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تمكين أبناء الشعب الفلسطيني في سوريا من دخول الأرض الفلسطينية. ونفذ الطيران الحربي السوري غارات جوية عدة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد ظهر أمس، بعد ساعات من سيطرة مقاتلين فلسطينيين وسوريين معارضين للنظام على أجزاء كبيرة من المخيم. كما ذكرت لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة السورية أن قصفا مدفعيا وبالهاون استهدف أيضا المخيم، وكان مسلح المعارضة السورية مدعومين من فلسطينيين من فصائل مناهضة للنظام السوري أحرزوا في وقت سابق تقدما واضحا على الأرض داخل مخيم اليرموك بحسب ما ذكر المرصد السوري وسكان من المخيم. وأدان كل من عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قصف اليرموك. كان الناخبون في كوريا الجنوبية قد توجهوا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة حادة، وقد تفضي إلى وصول أول امرأة لرئاسة هذا البلد صاحب رابع أكبر اقتصاد في آسيا. أين تشير استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى تقدم طفيف للمرشحة اليمينية بارك جيون هاي على منافسها اليساري. وكانت نسبة الإقبال على التصويت عالية بعد حملة طغت عليها القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويتوقع إعلان النتائج النهائية صباح الخميس. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية نشرتنا، وإليكم التذكير بالعناوين. إضراب عام بيومين لأعوان الصحة العمومية بجندوبة. وزير المالية بالنيابة يسلط الضوء على معرض الممتلكات المصادرة. ندوة بالعاصمة حول سبل إصلاح المنظومة الأمنية في ظل الانتقال الديمقراطي. والرئيس الفرنسي يصل إلى الجزائر.
فريق الأنباء يشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.